ما هذا النور الأبيض؟ ما هذا؟ كأنما الشمس والقمر دخل معا إلى جدران قصري. هل أمان، هل هذه حيلة أخرى من حيل السحرة؟ لا، لم أسمع بها. والعمل؟ نحتاج إلى وقت للتفكير. اسمع يا موسى، سنتقابل مرة أخرى. أنا أريد وقتا لأفكر في كلامك. ها؟ ألم يتناول سيد الفرعون الإله طعام الإفطار؟ لا أجد في نفسي الرغبة في أي طعام أو شراب نهماً. يمكننا سجن موسى. هذا لن يمنع دعوته من الانتشار. هل نتخلص منه؟ لا 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 لا، بل اسمعني جيدا. أريد أن تبني لي صرحا عاليا حتى أصعد إلى السماء وأشاهد هل هناك إله لموسى أم لا.